اسمك تعرفين بالنشاط؟ نشاطنا هنا ابن بار، ده مسنين. احنا هنا بنحتاج متطوعين يكونوا موجودين ابن بار ليهم تعويضا عن ولادهم. هما في ناس عندنا ليهم اهل وفي ناس لا. نشاطنا بيقدم لهم المتطوعين دول بيوفره لهم، والمتطوعين بيقدموا لهم رعاية وبيشتغلوا على العامل النفسي والمعنوي، بيعملوا لهم الحاجات اللي هم بيبقوا محتاجينها زي مشاوير خير، مستشفى تعبانة، مسنة تعبانة بتبقى محتاجة متطوع يكون معاها، اللي هو ابنها يكون معاها في المستشفى بيساعدها بيروح بيها. يعني النشاط عبارة عن هو المتطوع بيجي يقدم خدمات للمسنة على ان هي والدته، بيقدم لها خدمات. ايه تاني المفروض انتوا محتاجين؟ ايه المتطوعين؟ المتطوع اللي جاي جديد بيعمل ايه؟ ايه اول حاجة بيعملها؟ اول حاجة بيعملها ان هو بيبقى قاعد معاهم، بيخلوا المسنين يحبوهم علشان يقدروا بعد كده يتعاملوا معاهم. المسن لما يبقى محتاج حاجة سهل ان هو يطلبها منه، ما يبقاش محرج، فيكون ابنهم، يعني يحسسهم خلاص ان هو بقى واحد منهم، بقى ابنهم. ايه اكتر الصعوبات اللي بتواجهوها في النشاط ده؟ ايه اكتر حاجه بتواجهوها؟ قله متطوعين، متطوعين كتير قوي في رساله، مش عارفين ابن البار وبيخافوا يتعاملوا مع المسنين لان هم شايفين ان هم ناس كبار في السن، فالمعامله معاهم بتبقى صعبه. طب انتوا انا شايف كان في خطط لشهر اكتوبر بتقول ان انتوا بتاخدوهم في رحلات، ايه بقى اللي بيتم مع المسنين؟ يعني بخلاف بقى ان انتوا بتاخدوا المعايش بتاعهم او يودوهم مستشفى، ايه تاني؟ بتروحوا رحلات مثلا؟ بنوديهم رحلات، لازم يبقى في جزء ترفيهي. رحلات دي بتبقى داخلي وخارجي، بنسافر فايد، اسماعيليه، العين السخنه، بتبقى يوم كده مصيف وبنرجع. طبعا بيبقى معانا المتطوعين. الرحلات الداخليه بتاعتنا بتبقى بنروحها زي حديقه الازهر، حديقه الجزيره، الاماكن اللي هي بتبقى مريحه للمسن نفسيا. المسن بيبقى محتاج اماكن حلوه فيها زرع وفيها هواء، تغيير جو ليهم، ده بيبقى مريح نفسيا ليهم قوي. طيب انتوا بتواجهوا مشاكل مع المتطوعين بس ولا في مشاكل مع المسنين برضو؟ طبعا مشاكل المسنين، اللي هو المسن اللي بيبقى اخواته مش بيجوا ولادها مش بيجوا، ده بيبقى مضايقهم جدا، فده بنحاول ان احنا نحله معاهم، بان احنا نبقى متواجدين معاهم دايما، نحاول اللي ليها اخت نكلمها تيجي تشوفها وتقعد معاها يعني. لكن بخلاف ده هو نشاط عبارة عن كل واحد بيجي هنا يقعد مع المسنين يعملهم كأنهم والده أو والدته. هل في حاجة تانية؟ في إضافة تانية؟ أنا في حاجة أنا ما قلتهاش؟ حاجة أنت حكي ما قلتهاش؟ لا، ما فيش أي حاجة تانية. إحنا كمان نشاطنا بيعمل زيارات خارجية لمسنين فروع الرسالة، لازم برضو إحنا بنروح نشوفهم ولادهم برضو بمتطوعينا، بنروح نزورهم وبنشوفهم، بنعمل لهم حفلات بقى، أعياد ميلادهم وعيد الأم. في كمان متطوع لما بيحب ياخد مسن يخرجه يبيتها عنده يومين كده يعني. تعرف حضرتك ماما؟ قوي قوي، تحت امرك. تعرف حضرتك؟ اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ كل سنه وحضرتك طيب. انا الحاجه هديه، مسنه ابلغ من العمر 78 سنه، بقالي سنه وشهرين هنا اكتر ما كنت في بيتي، معزوزة ومكرومة أكتر ما كنت في بيتي. بأمانة ربنا الناس اللي هنا كويسين ومحترمين، يعني بيعرفوا يتعاملوا مع الناس كويس قوي، وربنا معاهم ومع الجميع. بتقضوا العيد ازاي هنا؟ بتعملوا ايه في العيد؟ لا بص، انا اقول لحضرتك حاجة، انا من النوع اللي ما يحبش يخرج ولا يخش، لكن في ناس معانا بيحبوا يخرجوا ويجروا. بأمانة يعني بيفوقوا عن نفسهم، يمكن هم مش واخدين على القعدة أو بتاع، كل واحد ليه شخصيته بقى، واخد بالك؟ بس لكن بخلاف ده الدار هنا مفيش حاجة بقى. حضرتك يعني اليوم بتاعكم بيمشي ازاي؟ ايه اللي بيحصل؟ ماشي زي الفل. الصبح بيقوم من النوم كله، أنا بقول لك عشان لو حد غلطك يبقى كذاب.
بيقوموا من النوم يستحموا يشربوا الشاي يخرجوا في الصاله في الانتريه هنا، يجي ميعاد الغدا بيتغدوا، يجي ميعاد العشاء بيتعشوا، اي عايزه اي حاجه بتعمل لها. يعني ما مش شايفه ان في نقص، وانا لو في نقص انا لسنه طول مني. ربنا يخليك. اتعرف بحضرتك. لا يلا يا بيبي. انا بقالي يعني دخلت في 3 سنين. طيب ايه بتقضوا العيد هنا ازاي؟ العيد بيحصل فيه ايه الجديد؟ فينا متطوعين بيجوا يقعدوا معاكوا او حاجه؟ بيجوا لنا متطوعين وبيجوا لنا ضيوف وبيجوا لنا ناس كتير. بتخرجوا؟ بنخرج. اخر مره فاكر امتى؟ السنه اللي فاتت. عشان كنت عندي اصابه في رجلي، فدي اللي منعتني ان انا اخرج عشان ما بقدرش اطلع وانزل. الله يسلمك. في فرق مثلا عيد الاضحى عن عيد الفطر؟ بتحسوا بالعيد بتنزلوا مع الناس؟ طبعا في ناس كمان بتيجي تاخدنا عندها زياره، بتاخدنا عندهم في بيوتهم زياره كمان، بيضيفونا يعني. الله عافيك. السلام عليكم. عايزه السلام. تعرف بيك يا ماما؟ اهلا بيك. حضرتك اسم حضرتك ايه؟ اسمي عايزه. حضرتك قضيتي في حاجه في العيد؟ نزلتي في العيد؟ خرجتوا في العيد هنا او في حاجه حاسه بيها هنا النهارده؟ العيد احسن عيد وناس بيكون وكل حاجه الحمد لله يعني. بنقوم نستحمى الصبح ويقلعونا ويغدونا وعشونا كل حاجه الحمد لله. الحمد لله حبايبنا كتير بيسأل علينا وكله الحمد لله يعني، وأحسن ناس هنا وأحسن معاملة بيعملونا بيه والحمد لله كويسين جدا معانا. شكرا يا مكسان. طيبة وانت طيب يا ترى بحضرتك يا طنط؟ ترى بحضرتك؟ أيوة سميرة. سميرة سميرة. خرجتي في العيد السنة دي أو خرجتي قبل كده قريب؟ لا أنا لسه السنة دي، لا جدات العيد دوت لا يعني، بس العيد صغير خرجت ورحت فايت ورجعت تاني ورحت فايت مرتين وجمعين حاجات يعني كده. وانت ده تعرف حضرتك؟ اتعرف بحضرتك. تهاني سيد محمد. انت طيب. نعم. طب انا برد اهو. خرجتوا في العيد او في حد جه حضرتك في العيد؟ انا شخصيا مش بحب اخرج ابدا، ولا في اي رحله ولا في اي فسحه، بحب القعاد في البيت. لا انا اللي مش بحب اروح. هو رحت فايت بس مره واحده. في حد بيجي يزور حضرتك هنا؟ في ناس متطوعين بيجي يزوروكي؟ في كتير يقعدوا معانا ويسلونا اخر احترام واخر ادب. مش عايزه اي حاجه؟ مش حاجه محتاجينها هنا؟ مش محتاجه اي حاجه ولا مخليين عاوزين اي حاجه. بيعملوا لنا عيد ميلاد ويجيبوا تورته وجاتوه ويعلقوا زينه ويصورونا ويخرجوا كلهم بيتفسحوا، بس انا مش بحب الخروج. انت طيب. اتعرف عليكي؟ مدام هلا محمد. احكي لي بقى اليوم هنا بيمر ازاي؟ ايه اللي بيحصل؟ بتعملوا ايه؟ بصراحه بنيجي الصبح ان شاء الله بنبدا يومنا، نعمل الريسبشن وبعدين نبدا بقى نحمي واحده ورا واحده ان شاء الله نحميهم كلهم، وبعدين نفطر وبعدين نديهم دواء. كان في واحده عايزه دواء نديها لها، في مثلا حد محتاج حاجه نديها العلاج بتاعها، نديهم اللي عايزينه مثلا. الحمد لله يعني هو ده يومنا. المطوان بيجونا كتير؟ كتير الصراحه. انت المفروض ان هي بعد ما هم بياخدوا الادوات بتاعتهم وكده، في حاجه تانية بتعمليها معاهم؟ في شيء تاني بتعمل معاهم؟ الصراحه يعني مثلا لو طلبوا اي حاجه احنا يعني هنا الصراحه نقول دول امهاتنا، ولا تقل لهم وقفا ولا تنهرهما بصراحه يعني.
طالما بيقولوا اي حاجه حاضر نعمل.